السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم فيديو خفيف جدا وجميل. هعمل معاكم قرص ترس العجوة. في حد طلبه مني في الكومنتات اكتر من مرة وانا اسفة جدا على التأخير، فانا حبيت اعمله معاكم النهاردة. طبعا هنعمله زي طريقة الفرن بالظبط واطعم واحلى، وهتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. خليكم معايا خطوة بخطوة. ندخل بقى نقول على طول المقادير عبارة عن ايه. هنقول مع بعض المقادير. عبارة عن 4 كوبايات دقيق، تمام، معايا معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة سمنة او زبدة، ربع كوباية زيت، كوباية لبن دافي، وربع معلقة ملح، معايا معلقة كبيرة خل، معلقة بيكنج باودر، وطبعا معايا كيس خميرة، ومعايا العجوة. نبدأ بقى نشوف هنعمل مع بعض الطريقة ازاي. اول حاجة هنجيب معانا العجوة، هنجهزها. طبعا العجوة دي بتجيبيها من عند اي عطار. هتبدأي بقى ان انتي احط عليها، بس هي طرية زي ما انتوا شايفين. انا هبدأ بس احط عليها معلقة زيت او نص معلقة سمنة، مش هحتاج خالص ان انا احطها على النار لان هي اصلا سايحه خالص معايا زي ما انتوا شايفين، وده طبعا بسبب الجو طبعا حر، فهي سايحه مش محتاجه احطها على النار. هبدا بقى افركها كويس مع الزيت وتبقى جاهزه معايا كده، هخليها على جنب. وهبدا اجيب الدقيق، هنحط عليه بقى كل المقادير الجافه، نحط بقى الملح، واحط كمان معلقة البيكنج باودر، وكمان الخميرة. هنحط الكيس كله او ممكن معلقة كبيرة. هنقلب كل المقادير دي مع بعض، وكمان هنحط معلقة السكر. هنقلب المقادير الجافة كلها مع بعض زي ما احنا متعودين. بعد ما نقلبها كويس جدا هنبدأ بقى نحط الزيت، ربع كوباية زي ما قلت، وهنقلبها كويس جدا في الدقيق. وكمان هنحط معلقة السمنة، معلقة كبيرة، لو عندك زبدة تمام تبقى كويسة جدا. هنقلب بقى الدقيق مع الزيت والسمنة طبعا بايدينا، هنفرك كل المقدار كده مع بعض علشان السمنة والزيت يتجانسوا مع الدقيق كده، هنفركهم مع بعض كده تمام زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نحط معلقة الخل، ونحط اللبن شوية بشوية طبعا، مش كله مرة واحدة، هنحط شوية ونعجن، وكل ما نلاقيه محتاج نحط كمان. ممكن تستبدلي اللبن مكانه بالمية الدافية عادي خالص، او بزبادي او لبن رايب اللي موجود عندك كده تمام. خلاص خلصنا عجين. كل ما تعجنيها كويس تبقى النتيجة معاكي كويسة جدا، شفتي ناعمة خالص، وطبعا مش ماسكة قوي، هتلاقيها ملزقة شوية، مش مشكلة، احنا عايزينها تبقى كده. هنسيبها بقى نص ساعة لحد ما تخمر. دلوقتي خلاص خمرت معايا زي ما انتوا شايفين، والحجم بتاعها ارتفع. قبل ما نعمل اي حاجة هنخليها على جنب، وهنجيب الاول نجهز العجوة معانا. احنا كنا مجهزينها في اول الفيديو، بس هنحط عليها بس السمسم، وده اختياري، براحتك خالص، ممكن ما تحطهوش. وهنبدأ بقى ان احنا نجهزها، نعملها كده زي صوابع الكفتة بس رفيعة شوية واطول. هنعملها رول صغير كده على قد طبعا القطع العجين اللي احنا هنعملها مع بعض، تمام. هعمل كل الكمية اللي موجودة معايا من العجوة بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين. وهنخلص كل العجوة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي،
هنبدأ بقى ننزل العجينة كده من البولة، بس طبعا مش هنخرج الهواء منها، هنحاول نعملها رول بس ما نضغطش عليها قوي علشان الخميرة ما تطلعش منها ونفرغ الهواء اللي جواها. تمام، هبدأ بقى اجيب السكينة ونحاول نقطعها قطع متساوية. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بقى نكور كل قطعة، بس طبعا بالراحة خالص برضو علشان ما نخرجش الهواء اللي جواها وعلشان تخمر معانا كمان مرة بسرعة. طبعا لما تلاقي الجزء اللي انت مقطعه كبير هتحاول ان انت تقللي منه جزء. وهنبدأ نكور كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الحجم زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنبدأ بقى نفردها. هنجيب اول واحدة احنا عملناها، هنبدأ نفردها زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل، بتتفرد معايا بكل سهولة طبعا. وهنجيب الرول اللي احنا عملناه بالعجوة وهنلف عليه العجينة بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده، ونقفل الاطراف ونبدأ ان احنا هنبرمها كده ونلمها ونحاول نخلي الطرفين كده مع بعض، بس نضغط عليها بسيط خالص. وبسكينة بقى او مقص هنبدأ نقطع الاطراف بس ما نقطعش الاخر. طبعا هنعمل كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة كده، وهنعملها باشكال تانية هوريلكم في اخر الفيديو. وبكده خلصنا ده جزء من العجينة احنا عملناه. هبدأ اعمل لكم شكل تاني. طبعا عايزة تكملي كل الكمية بنفس الطريقة براحتك خالص، بس انا هحاول اعمل كده شكل تاني. هنفردها بنفس الطريقة ونقطع العجينة من الطرف كده، وهنبدأ نلفها زي ما انتوا شايفين كده، وبتبقى بنفس الشكل. وده بيبقى شكل جديد، لو انت حابة تغيري هعمل معاكو كمان واحدة. طبعا هي بتتفرد بكل سهولة لان احنا سيبنا العجينة ترتاح معانا. هنبدأ نلفها زي التانية بالظبط، طريقة سهلة خالص وطبعا شكل جديد. هعمل كمان شكل تالت. طبعا انا بعمل الاشكال دي وانتي بقى براحتك، عايزة تعملي شكل واحد بس ده حاجة حسب راحتك. احنا بنفردها كده ونحط العجوة في النص ونبدأ ان احنا نقطع العجينة من الطرفين. تمام كده، هنبدأ بقى ان احنا نلفهم على بعض زي الضفيرة كده بالظبط، طريقتها سهلة خالص. هتلفيها كلها كده للآخر لحد ما تغطي العجوة بنفس الشكل، وبتديك الشكل الجميل ده، شكلها جميل جدا. يبقى أنا عملت معاكي دلوقتي 3 أشكال كده. الصينيتين جاهزين معايا، بس طبعا قبل ما ندخلهم الفرن هنبدأ ان احنا ندهن وشهم بالفرشة كده زي ما انتوا شايفين. هجهز معايا 2 معلقة لبن وعليهم 2 معلقة عسل ابيض، ممكن جدا تستبدليهم بصفار بيضة ومعلقة خل على 2 معلقة لبن. وهنبدأ نرش كل الوش بتاع القرص، هندهنه كله كده بالفرشة. طبعا العسل بيدينا لون حلو جدا في الفرن، بيخلي اللون احمر وبيبقى جميل جدا، وبرده ممكن زي ما قلتلك بصفار البيضة. هنغطي بقى كل القرص بنفس الطريقة، واحنا شغالين كده لازم نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة عالية، لازم يكون سخن قبل ما ندخل اي معجنات تعمليها او اي كيكة تكوني مسخنة الفرن من قبلها.
وطبعا احنا هندخله الفرن على درجة حرارة عالية، مش هيقعد معانا اكتر من ربع ساعة. ممكن بقى ترش الوش بقى بسمسم لو انت حابة، لو مش حابة تمام خالص ممكن تسيبيها سادة. هنغطي كل القرص اللي موجودة معايا بالسمسم، بيديله طعم حلو قوي السمسم، بالذات في القرص دي بيبقى طعمها حلو جدا بالسمسم. كده خلصنا، هنسيبها بس ترتاح معايا كمان وتخمر مرة تانية مش اكتر من 10 دقايق او 7 دقايق، هتلاقي الحجم بتاعها ارتفع. هندخلها الفرن وهتطلع معايا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، اللون تحفة وكمان الريحة حلوة جدا. طبعا احنا هنرش وشها بس كده بالبخاخ كده بالمية وهنغطيها، لان وشها بيبقى ناشف واحنا عايزينها تبقى طرية معانا زي العيش الفينو كده. هنغطيها بقى وهسيبها 10 دقايق. بعد 10 دقايق ده شكل القرص زي ما انتوا شايفين بقى طرية معايا خالص عشان غطيتها ورشيتها بالمية. وده ترس العجوة، العجينة من جوه بيضة وهشة وجميلة جدا وطعمها حلو او خفيفة خالص. وده الشكل التاني اللي انا عملته معاكو، اتمنى بقى النهاردة يكون الفيديو خفيف عليكم ويعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى اللايكات والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم.